لكنه يطرح سؤال هنا فيقول: ما حكم حلق الشعر وتقديم الأظافر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لغير الحاج؟ كما ذكرنا، إذا كان يريد أن يضحي نعم فإنه لا يأخذ شيئا من شعوره ولا من أظهاره حتى يضحي. طيب، من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. أما إذا كان لا يريد الأضحية فلا مانع أنه يأخذ من شعوره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك.